قال سعادة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الأمناء المدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافي رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي بأن البحرين تنطلق في ريادتها الإقليمية والتاريخية من مبدأ الانفتاح والتنوع واحتضان الاختلافات واحترام الآخر على اعتبارها من أبرز خصائص البحرين عبر التاريخ. جاء ذلك خلال كلمته في حفل افتتاح مهرجان سيفن هيلز الدوري للأفلام والذي يقام في جمهورية المجر في إطار مشاركة المركز كضيف شرف للمهرجان ممثلا عن مملكة البحرين بحضور نحو 4000 من الكتاب والمؤلفين والسينمائيين والمثقفين من مختلف دول العالم إلى جانب مسؤولين مجريين، حيث ذكر بأن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة يولي جل اهتمامه بالحفاظ على خصائص الانفتاح والتنوع كجزء أساسي من مقومات المجتمع البحريني، منوها في إلى فلسفة ورؤى العاهل حفظه الله في نشر قيم التعايش والتسامح في العالم. وأكد الشيخ خالد بن خليفة الخليفة بأن البيئة الثقافية المنفتحة وانتشار دور العرض ساهم في تطور المواهب السينمائية الفنية البحرينية التي كانت من أبرز كفاءات الفن والتمثيل على مستوى الخليج العربي، مشيرا إلى أن البحرين اليوم تسخر بكفاءات وقدرات مواهب فنية سينمائية رائعة يصعب حصرها خصوصا الشباب. وأشار إلى أن البحرين ستشارك خلال المهرجان من خلال عملين فنيين لمخرجين بحرينيين شباب، مبينا بأن العملين المشاركين قد حازا على عدة جوائز عالمية. ونوه في ختام كلمته إلى إقامة اليوم البحريني الذي سيتضمن الحفل على أوركسترا غنائي يحييه الموسيقار والمايسترو البحريني وحيد الخان في ألبومه العودة، والذي يحكي قصصا من واقع وماضي البحرين الجميل والمليء بقيم التسامح والحب والتعايش والوئام. نعتقد بأننا في الحقيقة نحقق هذه الرسالة أو نوصل هذه الرسالة إلى هذا العالم المتعلق والمرتبط بالجوانب الفنية والثقافية في العالم يعني. وبالتالي هذا طبعا المهرجان المجري يعتبر مهرجان عالمي، وهناك طبعا عشرات من الدول التي شاركت فيه، ومثل ما ذكرت هناك آلاف من المحاضرين، ونجد في الحقيقة أن اليوم وبكرة وبعد بكرة أن حضور البحرين ليس فقط في داخل هذه القاعات الكبيرة الضخمة، ولكن أيضا في داخل المجتمع المجري من خلال الإعلانات والتواصل والسوشيال ميديا وغيرها من هذه قنوات التواصل. فبالتالي أعتقد بأننا نوصل هذه الرسالة، رسالة البحرين، رسالة جلالة الملك في التعايش السلمي.